قراءتي البرقية المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة، بمناسبة انتخاب رئيسي ومكتب الجماعة الحضارية لمدينة أصيلة، يتشرف خادم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بأن يجدد لجلالتكم عصرة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس أصدق مشاعر الإخلاص والوفاء لشخص جلالتكم وللعرش العلوي المجيد. وإنها لمناسبة سعيدة يا مولاي لأعرب لجلالتكم عن التزامنا واعتزازنا بتوجيهاتكم السديدة ومساعيكم الحميدة للعمل حثيثا على تجدير أسس المؤسسات الديمقراطية والسير قدما وراء جلالتكم لتحقيق رؤاكم الرامية إلى توفير سبل العيش الكريم والتنمية الهادفة لشعبكم الوفي الألي. والله نسأل أن يديم على جلالتكم وفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم ويكلل جهودكم بالنصر المبين، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبسنوته صاحبة السمو الملكي الأميرة المحبوبة للا خديجة، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله. حرر في أصيلة يوم الثلاثاء فاتح ذي الحجة 1436 هجرية الموافق ليوم 15 سبتمبر 2015 ميلادية. شكرا لكم. انتهت الجلسة، وهنئكم جميعا أعضاء المكتب وكافة المشاركين فيه.